التلفزيون أداة إعلامية خطيرة كثير بس ما حدا بيعرف خطورتها، كل الناس تقعد قدام التلفزيون ويلي طلع يطلع ويلي طلع بنقبله لأنه على التلفزيون. هداك اليوم دورت التلفزيون شفت دفاية وحتى بنت سمراء اللون، شوي شلحت فستانة وصارت بالكمبليزون لحتى تجسد فعالية الدفاية، دندلوا الحرمة تيشروك الدفاية، هيدا أضمن وأوفر أسلوب للدعاية، دندلوا الفتاة تيرغبوك بالدفاية، هيدا أضمن وأوفر أسلوب للدعاية، طول ما هي القوة الشرائية بإيد الرجال بالدعاية حتضل مظلل متموزيل. عتاني محطة مطرب كله وهرة وجدي، بغني وبيسوق مرسيدس 500 وبين السنوبرات ناطرته شخرة أوروبية لحتى يحببني بحنجرته المخملية، خلي يفسر لي شو جاب المرسيدس للطرب أو حلي صوته لأنه استورد بنت من الغرب، خلي يفسر لي شو جاب المرسيدس للطرب أو حلي صوته لأنه استورد بنت من الغرب، واللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، هيدا لازمه طبولي وزمامير يما لازمه زرب. قلبنا محطة طلع مشهد رومانتيكي، في بنت مقطرة بعيونها مبينة عم تبكي، بيهمس لحبيبة ما قادر اعيش بلاكي، من الحلمسة للدستسة للكشمسة. في بالصالون شو اربع خمس ولاد قاعدين، يلي مسمر بالكرسي وعيونه باصين، في بالصالون شو اربع خمس ولاد قاعدين، يلي مسمر بالكرسي وعيونه باصين، ويلي بيسألني شو عم يعملوا هالاثنين، قلت له عمو عم يشوى باذنجان. شو بدي اقول له؟ كمان اعلان في شب بسم الله حوله، ملمع تلميع من صباطه لراسه، نسوان حايمة عن يمينه وعن شماله، وبرباطة جأش بشف الويسكي من كاسه، ذكرني بشب كان سهران مع أصحابه، من تاني كاس فتل مخه وزوزغ نظر، ذكرني بشب كان سهران مع أصحابه، من تاني كاس فتل مخه وزوزغ نظر، على الأوتوستراد ما هدى معه فريمه، أحفت الطريق مات الزلمة وأربع معه، الله يرحمه. قلت لأحضر فيلم تنعوس وأقدر نام، بأول فيلم كان لقواص أكتر من الكلام، بالتاني البطل طعن مرة عم تاخد حمام، بالتالت شفت مصاص دماء من الأبرام، صرت مروبص مش عارف كيف بدينا، يطلع لي شي مسخ يتكبش فيي بالمنام، لك صرت مروبص مش عارف كيف بدينا، يطلع لي شي غول يتكمش فيي بالمنام، وسهرت الليل وانا اتمختر بالباشام، ونمت عالصبح بايدي فرد وعراسي حرام. من هداك اليوم ما دورت التلفزيون، من هداك اليوم ما دورت التلفزيون، من هداك اليوم ما دورت التلفزيون، عن جد والله هي العظيم من هداك اليوم ما دورت التلفزيون.